مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة. وفيها من المشاهد نت: ميليشيا الحوثي تحيل صحفيين إلى النيابة بعد مطالباتهم بالراتب. وفي صحيفة الجارديان البريطانية: المجتمع الدولي سيواجه وضعا مأساويا غير مسبوق في اليمن. ومن أخبار البي بي سي: ترامب يقول إن المكسيك ستدفع تكاليف بناء السور العظيم. وفي أكثر الأخبار قراءة: نصف الوظائف الحالية لن تكون موجودة بعد 15 عاماً. أهلا بكم، والبداية من موقع المصدر أونلاين والذي تابع مجريات ما يحدث في العاصمة المؤقتة. وعنوان: تمرد المطار يضع الرئيس أمام اختبار ترتيب الوضع الأمني في عدن. وأكد مسؤول حكومي للمصدر أونلاين أن رئيس هادي سيمضي في مهمة إعادة ترتيب الوضع الأمني في العاصمة المؤقتة عدن رغم تطورات الأحداث في مطارها، على خلفية رفض قائد كتيبة حماية المطار المدعوم إماراتيا لقرار تسليم المطار لقوات الحماية الرئاسية. من جانبه، أكد ائتلاف المقاومة الشعبية في عدن وقوفه مع قرارات الرئيس هادي، وأكد أن أبطال المقاومة وأفراد المؤسسة العسكرية والأمنية في البلاد ستتصدى لأي محاولة تمرد. موقع يمن مونيتور تابع أحداث عدن أيضا وعلق: منعاً للاضطرابات الأمنية، السلطات اليمنية تشكل غرفة عمليات في عدن جنوبي البلاد. وقال الموقع إن السلطة الشرعية قررت تشكيل وتفعيل غرفة عمليات مشتركة تابعة لوزارة الداخلية في عدن. وأضاف الموقع: الحكومة تسعى لتعزيز الأمن والاستقرار في عاصمة البلاد المؤقتة وتطبيع الأوضاع والقضاء على الفوضى التي شهدتها خلال الأيام الماضية. يتابع الموقع: مدينة عدن شهدت توتراً أمنياً، وذلك عقب اشتباكات محدودة اندلعت بين قوات الأمن ومجاميع مسلحة كانت تتولى حماية مطار عدن الدولي. النضال حتى اكتمال الهلال، هذا ما اختاره الكاتب عبد المالك الشميري ليكون عنواناً لمقاله المنشور في صحيفة العرب الجديد، وقال فيه: لم تكن ثورة الحادي عشر من فبراير ضد فساد النظام السابق ودكتاتوريته المتجمهرة وحسب، بل كانت ثورة لإنقاذ ثورة 26 من سبتمبر المجيدة واستكمال أهدافها التي جمدها أعداء الجمهورية ومدمنو التخلف والجهل والتسلط، ومشروعاً وطنياً كبيراً يهدف إلى تنفيذ أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر ومواصلة السير في الدرب الذي بدأ بشقه الأجداد في 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر المجيدتين. ثورة الحادي عشر من فبراير تاريخ فاصل بين عهد تسلطي دكتاتوري تقمص دور الجمهورية وعهد جديد سيشرق فجره ببناء دولة مؤسسات ووطن اتحادي يتقاسم الجميع فيه السلطة والثروة والمسؤولية، وينعم أبناءه بعيش كريم وحرية حقيقية ومشاركة فاعلة في البناء والقرار والتنمية. جاءت ثورة الحادي عشر من فبراير نتيجة حتمية لاجتثاث بقايا الملكية والدولة العميقة للإماميين الذين عادوا تموضعهم في دولة ما بعد ثورة سبتمبر بزي جمهوري وعقول ملكية، وهو ما ساعد في إعاقة تنفيذ أهداف ثورة سبتمبر وجمد العمل في السير نحو الجمهورية المنشودة والأحلام الواسعة والأمال العريضة التي رسمها أجدادنا كاستراتيجية وخطة للتنفيذ بعد نجاح ثورتهم. الحادي عشر من فبراير ثورة شعب وأمل أمة للانعتاق من ظلم وتسلط وفساد النظام السابق وزبانيته وأدواته القمعية الرجعية المتخلفة الذين احتكروا السلطة وبددوا الثروة وعرقلوا بناء دولة مؤسسات لكي لا يفقدوا مراكز القوى. إذن ميدانياً، عنوان موقع 26 سبتمبر التابع للتوجيه المعنوي لقوات الجيش الوطني في صفحته الرئيسية: مصرع وجرح 8 من ميليشيا الانقلابيين في جبهة الأقروط بتعز على يد أبطال الجيش الوطني. وقال الموقع:
كبد أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة الأقروط بتعز الانقلابيين الحوثيين وأنصار صالح خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال الاشتباكات التي شهدتها الجبهة. وكشف مصدر عسكري في اللواء 35 مدرع غربية تعز أن وحدات الجيش الوطني أحبطت محاولة تسلل للانقلابيين إلى جبل وادي الخلل، وتمكنت من قتل عدد منهم قبل أن تجبر ميليشياتهم على التراجع والانسحاب أمام ضربات المدفعية. وأضاف المصدر أن 3 من عناصر الميليشيات على الأقل لقوا مصرعهم، وأصيب 5 آخرون فيما تم تدمير آلياتهم التي أعدوها للهجوم. أطلقت ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية النار ظهر الأحد على حراسة إحدى بوابات جامعة إب. وقال موقع الصحوة نت إن طالبتين أصيبتا جراء الاشتباكات والتدافع البشري والخوف والهلع الذي ساد أوساط الطلاب والطالبات. وأضاف الموقع أنه تم نقل الطالبتين للمستشفى لتلقي العلاج إثر سقوطهما على الأرض بجوار بوابة الجامعة، ولم تعرف طبيعة الإصابة حتى اللحظة. مصادر محلية بجامعة إب أفادت بأن عشرات المسلحين التابعين لنجل قيادي حوثي بارز وصلوا بوابة الجامعة لزيارة ما يسمى بمعرض الشهيد، والذي تنظمه ميليشيا الحوثي داخل الحرم الجامعي، وتم منعهم من قبل حراسة بوابة الجامعة. يتابع الموقع: عقب اندلاع الاشتباكات أتى طقم على متنه عشرات المسلحين الحوثيين، وكان متواجدا داخل الحرم الجامعي، وأطلقوا النار وأحدثوا حالة من الرعب في الحرم الجامعي. ويتابع الموقع أيضا: تمتلئ باحات الجامعة وحرمها بعشرات المسلحين والأطقم العسكرية التابعة للانقلابيين، وسط مطالبات من طلاب وأكاديميي الجامعة بوضع حد لما تتعرض له الجامعة من قبل الحوثيين وقوات صالح. موقع المشاهد نت عنوان في صفحته الرئيسية: جماعة الحوثي توقف 6 صحفيين عن العمل في مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر بصنعاء. وكشفت وثيقة أن إيقاف الحوثيين 6 من موظفي مؤسسة الثورة للصحافة عن العمل وإحالتهم للنيابة بعد مطالبتهم بمرتباتهم. وتابع الموقع: وكان عدد من منتسبي مؤسسة الثورة للصحافة والنشر بالعاصمة صنعاء قد نظموا يوم الخميس الماضي وقفة احتجاجية للمطالبة بمستحقاتهم، ولكنهم تعرضوا للقمع وإطلاق الرصاص من قبل مسلحين حوثيين. حتى استعادة الدولة، تحت هذا العنوان الجديد كتب عبد الملك شمسان ما قاله المنشور في موقع الموقع بوست: علي صالح لا يعد حليفا لإيران لمجرد أنه حليف للحوثي، بل هو حليف مباشر لإيران، شأنه في ذلك شأن الحوثي تماما. وقد كانت إيران ذكية في إضافة صالح لقائمة أذرعها وحلفائها، إلا أنها كانت بحاجة قبل الإقدام على هذه إلى ترجمة الحكمة العربية التي تقول: لا تصاحب الأحمق فإنه قد يضرك من حيث أراد أن ينفعك. صالح والحوثي كلاهما تسبب في التدمير الذي ما يزال مستمرا لمشروع إيران، وتسبب بالقضاء على أملها في السيطرة على اليمن والعبور منها إلى الخليج. والدعم الإيراني الذي ما يزالان يحصلان عليه حتى اليوم ليس له مبرر إلا انعدام خيارات إيران ومحاولة إنقاذ أكبر قدر مما يمكنها تنميته مستقبلا برجاء العودة. تحتاج إيران إلى جماعة الحوثي كذراع عسكري، وإن بصيغته الميليشاوية، كما تحتاجها كوكيل إقليمي تصدر عبره فكرها ومذهبها. إلا أن هذه الجماعة أثبتت مبكرا فشلها السياسي رغم ما تبذله من محاولات الممارسة السياسية التي تريد أن تستوفي بها شروط الوكالة. وقد وجدت إيران في علي صالح غنيمة باردة لم تبذل في تشكيلها جهدا ولا مال، ورأت أنه يكمل النقص السياسي في جماعة الحوثي، وذلك بحكم خبرته وعلاقته الخارجية ومعرفته بتفاصيل الدولة والمجتمع اليمني وما تبقى لديه فيما يعرف بالدولة العميقة، فضلا عن مؤهلاته ليكون أيضا ذراعا عسكريا متماهيا مع الحوثي بما لديه من قوة عسكرية تشكلت بأموال ودعم خصومها في الخليج. ولم يتوقف الرجل فوق ذلك عن منافسة الحوثي ومزاحمته في قلب إيران عبر الاستزادة من مبررات الوكالة فكريا ومذهبيا.
وإلى موقع عدن تايم الذي عنون في صفحته الرئيسية: الإنقلابيون يعتدون على أطباء طالبوا بصرف مرتباتهم. وقال الموقع إن عناصر من الميليشيات الحوثية طوقت مستشفى الثورة بصنعاء واعتدت على عدد من الأطباء أثناء تنفيذهم وقفة احتجاجية للمطالبة برواتبهم التي نهبتها الميليشيات منذ 5 أشهر. وأكدت مصادر طبية أن عشرات العناصر المسلحة التابعة للميليشيات حاصرت المستشفى لإنهاء الاحتجاج، فيما هدد الأطباء والموظفون وعمال المستشفى بالإضراب الشامل إذا لم تدفع رواتبهم ومستحقاتهم المالية خلال الأسبوع الجاري. الموقع بوست في تقريره عن احتجاجات موظفي مستشفى الثورة بصنعاء قال إن مدير مستشفى الثورة الموالي للحوثيين يستعين بمسلحين ونساء لفض اعتصامات الموظفين. وقالت مصادر خاصة بالموقع أن مدير المستشفى أحضر مسلحين من ميليشيات الحوثي لتفريق المحتجين، إلا أن المحاولة باءت بالفشل بسبب تكاتف الموظفين المحتجين، مشيرة إلى أن المنصور أحضر نساء مجندات تابعات للحوثيين ومعهن صواعق كهربائية لتفريق الكادر النسائي الطبي. وذكرت المصادر أنه تم استدعاء مسلحين من ميليشيات الحوثي بعد رفض الشرطة العسكرية القيام بأي إجراء ضد الموظفين المحتجين. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. تناولت صحيفة الجارديان الأوضاع في الدول الفقيرة التي تعاني من أزمة غذاء حادة في مقال لافت بعنوان: منظمات خيرية تحذر من تهديد المجاعة لأربع دول، والمقصود هنا هو دول الصومال واليمن وجنوب السودان ونيجيريا. وتقول الصحيفة إن عشرات الملايين في الدول المذكورة يعانون سوء تغذية ويهددهم الجوع. وتضيف الصحيفة أنه على الرغم من ارتفاع المبالغ المالية الممنوحة للمساعدات الإنسانية في 20 سنة الماضية، إلا أن أعمال الإغاثة والتصدي للمعاناة الإنسانية التهمت أغلب تلك المساعدات. ويقول خبير من أوكسفام إن كينيا وأثيوبيا بهما ملايين من المواطنين الذين فقدوا أمنهم الغذائي، لكن إذا نظرنا إلى اليمن فهناك 12 مليون شخص مهدد بخطر المجاعة بسبب الحرب والفقر وعدم الاستقرار، وأن المجتمع الدولي سيواجه وضعا إنسانيا غير مسبوق هناك. من صحيفة العربي الجديد نقرأ لكم: أموال اليمن المنهوبة، لجنة دولية تحقق بثروة صالح لاسترجاعها. تقول العربي الجديد: تمسك الرئيس اليمني المخلوع صالح بالسلطة في اليمن لأكثر من 3 عقود، وترك الرئاسة مجبرا تحت ضغط الثورة الشعبية التي اشتعلت في 11 فبراير لعام 2011 ضمن ثورات الربيع العربي. وتضيف العربي الجديد: غادر صالح السلطة والبلد الذي ظل يحكمه ل34 عاما من دون محطة توليد للكهرباء تغطي احتياجات البلاد، ومن دون خدمات صحية ومشاف متطورة، مخلفا الملايين من المواطنين الذين يطحنهم الفقر والجوع ونقص الغذاء. وفي المقابل كانت الحصيلة ثروات ضخمة كونها صالح من موارد البلد الفقير ومن صفقات النفط والغاز واستخدام السلطة للدخول في شراكة مع المستثمرين ونخب الاقتصاد. وفي الوقت الذي لم تحدد جهة رسمية حجم ثروات صالح، تشير تقارير غير رسمية إلى أن ثروته تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، بينها قصور تاريخية في ألمانيا وأموال مهربة في مصارف خليجية وأجنبية، بالإضافة إلى شركات وعقارات وأسهم وشراكات مع رجال أعمال يمنيين وخليجيين. الناشط في الثورة اليمنية معا دماج يرى أن إمكانية استرداد أموال صالح تبدو صعبة في الوقت الراهن. اعتبر محللون أن تزويد إيران للحوثيين بالأسلحة وطائرات من دون طيار يعتبر عقبة في طريق جهود تحقيق السلام في اليمن. وقال الخبير العسكري والاستراتيجي المصري اللواء جمال مظلوم لصحيفة البيان أن إيران مستمرة في إمداد الحوثيين بالأسلحة، وظهر ذلك بجلاء من خلال نوعية العمليات التي قام بها الحوثيون وآخرها استهداف بارجة سعودية قبالة سواحل اليمن. من جانبه أفاد المستشار بأكاديمية ناصر العسكري عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية اللواء هاشم الحلبي
أن إيران هشام الحلبي أن إيران تدعم الحوثيين بقوة، غير أنه رأى في الوقت ذاته أن الضربات القوية التي تنفذها القوات الشرعية في اليمن وقوات التحالف العربي تعمل على تحجيم دور إيران وسد منابع الدعم التي تقدم للحوثيين، لا سيما الأسلحة الإيرانية المهربة إليهم، مشيرا إلى أن هناك تراجعا ملحوظا وكبيرا في قدرات الحوثيين والدعم المقدم لهم، وفي المجمل هناك تقلص واضح لإمكاناتهم. الاعتراف بالآخر والخرائط، تحت هذا العنوان كتب غسان شربل مقاله المنشور في الشرق الأوسط. أنهكتنا الحروب الوافدة من الماضي، لو جمعنا خسائر أهل الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة لأدركنا أننا نعيش حربا عالمية مسرحها إقليم واحد. يكفي إحصاء جنسيات المحاربين الذين تسللوا إلى هذه الدولة أو تلك وانخرطوا في نزاعات ليس أصلا نزاعاتهم. يكفي تعداد هويات الطائرات التي تشن غارات في الإقليم، نزاعات من قماشة حروب عالمية، ملايين اللاجئين والنازحين، مئات ألوف القتلى، تغييرات ديموغرافية وعرقية، ومسالخ بشرية، جموع تهرب من أوطانها وتلقي بنفسها في وحشة الطرق أو قوارب الموت أو مخيمات الذل وانتظار الأرغفة، دول سائبة أو مستباحة ودول متصدعة، جيوش خائفة وميليشيات شرهة، يذهب المستبد الكبير فيتقاسم البلاد صغار المستبدين، لا الوساطة تنفع ولا الانتخابات تجدي، تحولنا عبئا على أنفسنا وكابوسا للعالم. أكاد أخاف من الصور الوافدة تذكرني بأفلام قاسية وكتب قرأناها عن الحرب العالمية. ليس بسيطا أن تتحول أحياء مدينة حقلا من ركام، وأن يفر أهلها حاملين أحزانهم ورعبهم وأطفالهم، وأن يتسول الهاربون ملجأ أو خيمة أو جواز سفر. لن يخرج الشرق الأوسط من نكبته إلا بالعودة إلى قرار التعايش. أحلام الإبادة والشطب والهيمنة لا تنجب إلا المذابح، والقوي اليوم قد يكون الضعيف غدا، وقد يتجرع السم الذي ابتهج بإرغام الآخرين على تجرعه. لا استقرار في بيت الشرق الأوسط من دون قرار واضح بالاعتراف بالآخر خارج الخريطة وداخلها، وبتقديم سياسة الجسور على سياسة الجدران، الاعتراف بالآخر وبالحدود الدولية، والالتفات إلى تحسين معيشة الناس وتوفير مدرسة عصرية وفرصة عمل وإشراك الناس في ورشة التنمية. شبكة البي بي سي عنونت في أحد أخبارها الأكثر قراءة: ترامب ستعيد المكسيك المبالغ التي سننفقها على بناء السور العظيم. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإعلام المخادع لا يقول إن المبالغ التي سننفقها على بناء السور العظيم ستدفعها المكسيك لنا لاحقا. وقال ترامب: قيام الولايات المتحدة بتمويل السور مبدئيا سيضمن سرعة البدء في تشييده، وأن المكسيك ستدفع ثمنه لاحقا. وقالت مستشارة ترامب كيليان كونوي إن الرئيس المنتخب لن يتراجع عن الوعد الذي قطعه على نفسه أثناء حملته الانتخابية بإجبار المكسيك على تحمل نفقات تشييد السور. صحيفة الإمارات اليوم قالت في أحد عناوينها إن 45% من الوظائف الحالية ستختفي خلال 15 عاما. رئيس جامعة نورث إيسترن في الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف عون أفاد بأن 45% من الوظائف التي تشهدها سوق العمل حاليا ستختفي خلال 15 عاما، معتبرا أن الجامعات على مستوى العالم فشلت في التكيف مع احتياجات سوق العمل. وقال عون خلال جلسة المفهوم الجديد للتعليم ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات التي بدأت فعالياتها في دبي إن سوق العمل عالميا أصبحت تشهد تغيرات جذرية تفرض على الجامعات التخلي عن دورها الحالي وتبني مفهوم التعليم المستمر والعمل على تخريج أجيال قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المستمرة. وأكد أن الوظائف التي ستختفي ليست القائمة على القوة العضلية فقط، إنما هناك وظائف كثيرة تعتمد على العقل ستختفي أيضا ويحل محلها الذكاء الاصطناعي، ويعد ذلك أحد أكبر التحديات التي تواجه التعليم الحالي العالي حاليا. أنفاس النفط اللاهثة والإيهام بالغرق، الشرق الأوسط ومقامات الرئيس، تحت هذا العنوان كتب أحمد عبد الله مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي.
النفط ليس سلعة أبدية تتعلق بأنفاسه دورات الحياة العربية في كل منعطف وفي كل مسار، فالشرق الأوسط العربي قارة تحركها الحاجة الماسة للنهوض والاستقرار وأن تصبح جزءاً حياً وفاعلاً بين الأمم، وحين تتعثر كما هي عليه اليوم فإنها تكتظ بالحنين إلى الماضي البعيد لتستدعيه بكل الوسائل. لهذا تعيش المنطقة العربية بأسرها مخاضاً يختلف عن كل ما حصل في تاريخها حتى في البلدان التي تعتقد أنها بمنأى عن ذلك. لهذا هناك حاجة لما هو أكبر وأعظم من محاولة اجترار العلاقات الدولية بنمطها التقليدي. ورغم أهميتها إلا أن عدم التجديد في خلايا النظام العربي وكذلك عدم التجديد في منظومة العلاقات الدولية قد يدل على سكونية الفكر والعجز عن الحراك الضروري لمواجهة التحديات المذهلة التي تحتم السير في طريق الإصلاحات الحقيقية في منظومات الحكم وفي إعادة تأهيل المجتمعات العربية وتمكينها من أن تتنفس بحرية كما تفعل شعوب الأرض. شبكة البي بي سي نشرت مجموعة من الصور في معرض للمصور تشارلي كليفت توضح كيف وحدت كرة القدم بين الجماعات من انتماءات وخلفيات مختلفة، وكيف تم استغلال كرة القدم في إحداث التغيير في المناطق الأكثر فقراً حول العالم. نتابع معكم بعضاً منها. وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، نلقاكم على خير، إلى اللقاء.